الحمد لله، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، فلسطين وحكمتها هاي بلك اللو يقانو بلاد الشام. بلاد الشام وحكوكو وين هاي فلسطين، سوريا، لبنان، أردن، بلكاس وطول بركاس. وإلى القرآن كي سوكو شيخي أنه يهد البركة سنة ونغلس هنا آيات أنا غنيني. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مسجد في وحلقة قاضي النبي قام مكة إلى مسجد في أن هريريس يقارك يسان بركيني رب سبحانه وتعالى بركة من حسي من معنوي وليها وكارك سان لده أرض شام وأقول طهرا وإلهي مثل ما من أويري أرض المقدسة. أوكاس وأقول في النبياش إلهي أويدرون أين وماشي وحي أغب الناي وإلهي أسود الجيل وماشي الدجال اللي بدل الدونة الدجال وحديل الدونة نبي الله عيسى آخر الزمن كما قوي ماذا نبي الله عيسى وحكسود دي دمشق قلبات كده ما لقها منارة البيضاء وصوفع الدونة فلسطين وإيمان دونا تجاله سي حراري يوالكاس كوغاري دونا ما لده باب اللدي هالكاس كوغير دونا أرض الشام مركو النبي كهلا عليه الصلاة والسلام وحكيري مركو اللي هلا صحابي عبد الله بن حبالة وحيري والشام لازم شام لازم ولي وقلك إلهي ماشي وقدر طيبه وحون الدجية ذاتك إلهي أوبرت أدوميس يدجية ساسو خير معه. كذلك سحابك الذي يجري وثلاثة من أسقع مكوير رسولك أصول دردان ورلا شام لازمة شام يعني قفا كانين أو بلاد شام لازمة ساسو خير وأقولك إلهي ماشو بورتوي وحون الدجية ذاتك أوبرتي نك الديدون يمن هذا مرمان ساسو خير النبي عليه الصلاة والسلام وحصلنا وحيد سنة وقت آخر الزمن شام كل كسيجة نبي عليه الصلاة والسلام معلم معلم ما كمل عيرة دوا للشام على شام وناك بدنا آخر بدنا صحابة أبو حكودهن سبب تصاو ترى محيط يا رسول الله وحكويرة الله الرحمن كه ملائكة سا قربها ساس أفضل سؤال أرض شام ما يقربها ساس أول فزسة تزوج يا رمان وكا أستغي وي وحكتو سنة حديثة وكا الشام ذاتك الدقان إن إلهي سبحانه وتعالى هلاك فوضى إلى علينا دونه في التغرب قال يسير أن إلهي كا إلى علينا دونه يا كتو سنة وحيالها حد دعاي وحيو لمنتها تي إلهي القرآن في كل شيء وتلك الأيام نداولها بين الناس ما لنا هو أنك لو رجلينا ما لما قال الله فرساري ما لنا المسلمين قال الله فرساري مار إلى يحيري وحصاوي يلي إن لم يجيو دبك إيمان كيسو دبك يهي إيو إن له دس شهداء ودين إلهي قد انتا ومكة درجة لو تلقى الهلان ظالمين إلهي مجعلو ظالمين بضن ويكو جران أو أي صوت قطهي وحاكو نعا حي أولو قلعو تبضن الظالمين أتوك بيت المقدس أتو يلا وهل صلاة ولو تكدو كفر لبلاش سنب قلو الصلاة ومساجد دعنا دعنا أن كنتو كان يمرك لك الرئيو حرمك يوم مسجد كان نبيك عليه الصلاة والسلام بيت المقدس مسؤولية ديس وحلوه سوري جينا يا محمد يو أمدس أرن تاسنا وحايد عبد الهبين كان نبيك لدي المي صوت ايه نبيك مركو صلى عمي وقرق صلى عمي بيت المقدس هو يمد نبيه صوتنا الله كاني هل كاسو كتو جيي تاس معنى المحاوي مسؤولية بيت المقدس على أموره دي عليك يا أمت هذا بيت المقدس أو ما أنت مسلمين تا لبدا ما رأيتني بليان مسلمين تا ما تقولون كنا الوالد بليان حاجة إضافة بيت المقدس كي سام مسؤوليته لغوه مسؤولية دي لغوه دي النبي قال النبي قال كذا شيء سنة أمت لغوه دي الكيكة تغني يهود أسكار عيارس
ومضى المسلمين تسود قلان تكنعين أي صلاة لحد كلان هيا دل آدي آد وفرحن قلبك قفك مؤمن كيه وكدن قسن حتى إنسانية أعرضها كدن قسن إنسانية وحي وحي سمين هيا سكدها مار إيمان إنسانية دي زمان عدو قاس سود دولي لوكا قبصدي ومدرسة كلان هيا وهو أرجو سنهايا وهو خصوصا صعد المستقبل وكا أرجو سنهايا ما لنتا أي لغحانتا يجيدها أي حل دونان أي ديه دونان مسلمو أدونك إله هايو واكا من يهود يا قداش يكو كبان هايا كال دل ما لنتا إن عصوص عطو ويوهين ما لنتا سيكسي أرجو سنهايا عدو بان يهودي كيه قميسته نحاريس مالا إنسانيا مالا وحو كل سوحة يوم له بني آدم مساجد محوها لولا الشيطان أساسا لولا الشيطان وحو كل سوحة يوم له ومدد بيه وكاكوي وانتدو كاكوي ورانتدو كاكوي وهلو ما جرح ومدد عسيكو نوران انت هو عسي دير قضي جنبي دان لدو ومراكا نوطاليو وقد مغلسي اجي لديه دقاك هلجو جيو وحن ادونك لما عركنا فيه تو صار يهود الحود هلايا الدون قرن وكامس في توجي وصار مراكنا الدون قرن بوليس مركز يجي للايا وحيكرر عن قصة ذلك الدجن وحل الدلو يوح قصب الله في جو قرنتاي قرنتاي ربان وكا وحال يابلي عالم الإسلام من ملك رفيريون وكنتم يددوا الدولة دوبوي أو عدمي أو دولة دهس أيد واحد قبلاً ويدافع وين حدود وحلال مصر وحلال سوريا وحلال لبنان وحلال الأردن وهذا عبصدين حدود ما يقران ضلك هكذا قران أو برضا ما يقولون يلي كرم بيدان حدودنا ويكررين أو إن لقى الله صعب لما ربان يا عالم الإسلام يا عم مارك باكستان والدولة دا إسلام أو قوة وين وين أمارتي يقول لها صوت أبقى خبصة قبلة المسلمين ماشي المسلمين تسكوها اللي جايين وأمارتي بلاد الحرمين شريفين أبقى خبصة دين وحال يابلا نيكا أردوغان لدون يا تركيا نيكا أساقا سيري اللي هو أبقى ماشي المكسر بحي مع المسلمين تقول حساب تمايل وحو غرغاري ليبيا وحو غرغاري مارتي اذربيجان مسلمين الاغلاير وحو غرغاري قبل كي مارتي ادلب هاي قصه وكحل هذا الحين سنه لا ينفع عمر احبل لك مسوق هذا مركه اردوغان ومصالح اسل اليهود ودعي سميو سن الى علينا مسا وحو كعبسون هاي ليتو انا اسكو تغان حدود لا بس قادو انا اسكو تغان مريكان يونغريس يا فرنسا يا غريك يا جرمال انا اسكو تغان متعصن هاي انا وحال لنا يا تغان وحصن بو انه لغو اوغاي نقاو الهي يا كو هلن ملائكتي سو مارته غرب كو حسين مسلمين كو غرب كو حسين حتى هداي كفر سو واسو هرنتا مقزا هم نقطه ماشي كبل لا بنسد دغالك سدحات اي ادوك بدل كما اي سكون له عند حمره ضد ان لك لسوعي عرور دمر مارت لها لا جاي البوز يديقد كما لو ارورن هاي مارت رماس وحدك المسلمين تاو قادن كرانا هاو ارمي المسلمين تو الهي قد المامين مسلمين تا تلمام تو مؤمنين تو حيل مدين هل دير اوكل او حبن هداي حنوسته ديرك انت سو قال حنوسني هاو مارت وحي سميين ضدك المسلمين تا مدح مدح وامان وعيد اي تاريخ دقوري دون توي الهي انه قال حساب من دونا سبحانه وتعالى واجبك قف قصاء مسلم ومحاوي ارنت اسكن وكدن قضى انه ما ارتي هبين يوم مالن انه الهي اوبر يوم ان اي قوليستان ضدك الشعب كمسلمين تلغسوا الدولة لله نهاية عدو بكسوا دولنا انه الهي جبيو عكت وستد قليو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أهلك الجبابرة وأضع أدبارهم، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن يعينهم يا الله، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم قد أريتنا قوتهم فأرنا قوتك فيهم، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قهار، يا جبار، اللهم أهلك الجبابرة وأضع أدبارهم، اللهم صدم بعض دائراتهم ببعض كلما دخلت في جو غزة يا الله، واردم بعضها ببعض يا الله، اللهم أرسل إليها صواريخا من عندك يا قوي عزيز، اللهم أسمعنا من غزة خبرا يفرحنا يا الله يا رب العالمين، اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات العيال منهم برحمتك يا رب العالمين، واقم الصلاة.